سنة في إطار نفس المهرجان. وحنا كجمعية شريكة مع وفات تطهرة يعني بالتنسيق كنقوموا بالاستقبال ديال هاد الناس في المقر ديال الجمعية كما كتشوفوا معنا. وهنا فين كيوجدوا هنا في كيداروا لهم مجموعة من العوايد ديالنا حنا يعني ديال طقوس الزواج تفراوت. وإن شاء الله غادي ننطلقوا من هنا للساحة ديال المهرجان تما فين غادي يكون يعني الحفل ديال الزواج. هو الشرط يعني الرئيسي اللي كاين ان واحد منهم يكون ولد تفراوت، ولكن الصراحه يعني حنا كجمعيه اللي سنويا كنكونوا معاهم في التظاهره بعض المرات يعني كيستافدوا فيها حتى الناس اللي ماشي من تفراوت، الناس اللي محتاجين ماديا كيجيو ما في اخر لحظه كيتقبلوا، يعني ما كتبقاش ديك الشرط ديال واش ولد تفراوت ولا ماشي ولد تفراوت، حيت كيشوفوا الجانب الاجتماعي هو الاهم. بعدا معنا هنايا في الجمعيه وحده معنا في الجمعيه هي تزوجات في الدوره الاولى وتبارك الله راه دابا ولدها هو كيلعب هنايا في المقر ديال الجمعيه. لا الاغلبيه اللي كنعرفوا بعدا حنا اللي ساكنين هنايا في تفراوت الاغلبيه يعني الزواج ديالهم تبارك الله ناجح ومستمر، ولكن كيكونوا ناس على برا يعني اللي من لي ريجيون اللي بعاد شويه ما قليل فيه كتلاقوا بهم مازال، ولكن الاغلبيه الحمد لله الزواج ديالهم كيستمر. جات الفكره بعد الخطوبه الاول اللي درنا انا والخطيبه ديالي، اقترحنا الفكره اننا نشاركوا في الزواج الجماعي اللي هو واحد المبادره اللي هي زوينه بزاف كتشجع الشاب انه يتزوج ويبدا المسائل ديالو الدينيه، وصراحه المبادره زوينه يديروها هاد الناس نشكروهم. كنتمنوا ان هاد المبادره تكون في جميع المدن لانها مبادره تستحق التنويع على هاد المبادره اللي يديروها الناس، ونشكرهم جزيل الشكر ونشكروا كاع العرسان اللي حضروا معنا ونقول لهم مبروك انتم. انا من الدراري ديال العام فايت شاركوا في المهرجان، شاركت انا في العام ان شاء الله داكشي علاش عجبني بزاف، انا من هاد الدوار هادي ان شاء الله. نتمنى للشباب هذا يعاونوا الشباب ماشي ديال المنطقه ديال تفرا، المنطقه ديال تيزنيت، المنطقه ديال الكاليه، وان شاء الله ما يكون اخر. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.